شلون شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا قبل كم يوم طرح السؤال على الانستغرام انه شنو اكثر شيء الناس تطلبه او اكثر وظيفه الشركات تطلبها بعالم التقنيه، وهواي اشخاص سووا فويت انه الاي تي حسب الاختيارات اللي طرحتها اي تي نتوركينج سكيورتي بروبلم سولف. ف 75% كان اي تي، 25% كان نتوركينج، 0 سكيورتي، 0 بروبلم سولف. قبل ما انطي رايي هذا المجال، هو رأيي شخصي يعني كشخص اشتغل اي تي لفترة طويلة، واشتغل كرييتيف ديزاينر يعني، واشتغل ديفلوبر والى اخره. فهذا الرأي هو الرأي الشخصي يعني، ما ينطبق او جايبه او مسوي بحث على الاوبورتيونيتي الموجودة، لانه الاوبورتيونيتي الموجودة اي واحد يقدر يطبع على جوجل يكتب شنو افضل اوبورتيونيتي بعالم التكنولوجيا، وكاتبين هم جامعات منظمات كاتبين على هذا الموضوع، سوين ريسيرش يعني. كل سنة تنزل وظائف وتصعد وظائف بدالها، فمو ستيبل. بس هذا الموضوع أنا من رأيي راح أجرها يعني، شنو أكثر شيء مطلوب، شنو أكثر opportunity مطلوبة بمجال التقنية بعد ما درست واشتغلت بأكثر من مكان وجربت أكثر من فيلد أو ميجر مجال التقنية، وصلت فد مرحلة أنه ماكو فد opportunity مجال التقنية هي تعطيك الفري تايم يعني. إذا اشتغلت اي تي تبقى موظف، اشتغلت نتوركينج هم تبقى موظف، اشتغلت سيكيورتي هم تبقى موظف. انت هنا كلها بفيلد واحد، انه انت امبلوي يعني، ما صرت بيزنس اونر، ما صرت بين كونتراكت، ما صرت تقدر تشتغل فريلانسر بس بشي محدود يعني. بس اذا وصلت مرحلة البروبلم سولف او يسموه ريفلكت ريزوليوشن، انه انت تجيك مشاكل عن طريق شركات، لنفرض امازون، اتش بي، سيسكو، اوراكل، البيج داتا، يطرحون مشاكلهم طبعا على مواقع اللي هي مواقع حكومية ضخمة، وتجي الشركات اللي هي از بزنس اونر تجي تقول احنا عندنا تيم فريق من الاي تي راح يحل لكم المشكلة كذا، او يكون سولو اللي هو شخص يكون عنده خبرة كبيرة بهذا من المجالات كليته يروح يحل هاي المشاكل. فهنا أنا انت البروبلم سولف اللي هو يكون عنده خبرة كبيرة كلش ضخمة مجال البيج داتا. طبعا اكو شيء انا ما طرحت من الانستغرام اللي هي الداتا مايننج والداتا ستراكشر، واللي هي اعلى بعد من السكيورتي والاكثر مطلوبه يعني من السكيورتي. وراها تجي السكيورتي، لانه لازم يكون عندك انت معلومات بالسكيورتي ومعلومات بالنتوركينج ومعلومات بالاي تي از اكسبيرت يعني، حتى توصل للليفل انه انت تشتغل سكيورتي للشركات. ولازم اهم من هذا كله لازم تكون عندك لايسنس خاصه من الستيت او من المكان اللي كنت تشتغل فيه قبل. يلا تقدر تشتغل سكيورتي حتى تصير تراستد يعني، يسموه فيريفايد. فهنا انت لازم تكون عندك خبره بكل ذني المجالات حتى تصير بروبلم سولف. اما اللي مطلوب اكثر شيء مطلوب هسه بامريكا او بالعالم كله من ناحيه التقنيه اللي هو السكيورتي. بامريكا تيجي قبلها الداتا ستراكشر، بما انه الشركات مال تكنولوجيا كبيره اللي موجوده بامريكا، جوجل، مايكروسوفت، اتش بي، اي بي ام، واي شركات ضخمه،
يطلبون الداتا مايننج او البيج داتا ستراكشر. عندك تجي وراها السكيورتي، سايبر سكيورتي، بعدها يجي النيتوركينج، بعدها يجي الاي تي. الاي تي اقل وظيفه او حالها حال، يعني اكو وظائف يجي يعني يعطوهم 15 دولار، اللي هو شغلات اسوشيشن عاديه. الاي تي يعطوهم وضع 18 دولار بالساعه او حتى 20 دولار بالساعه، مو ذاك الفرق. الاي تي بالنسبه لهواي دول صارت سوفت سكول مو هارد سكول او سمارت سكول. يعني الاي تي لازم يكون يعرف مايكروسوفت، يعرف اوبريشن سيستم، كمبيوتر تكنيشن، مثل الشغلات العادية، نيتوركينج، بيسك نيتوركينج يكون عنده معرفة بيها. فهذا الاي تي. اما اذا نجي نرجع للوضع المتقدم او الليفل المتقدم اللي هو البروبلم سولف او الريفرنس ريزوليوشن، هم يسموه هنا انتربرايز اي تي سوليوشن. يعني الشخص اللي يقدم حلول لمشاكل الشركات الانتربرايز. ف يعني كل شخص يريد، هسه احنا بال 22، كل شخص يريد يدخل مجال التقنية لازم يفكر بأنه هو يكون أكثر متقدم بالمعرفة مالته، يسوي ريسيرش أكثر. هاي من رأيي الشخصي، يعني أنه لا تتعلم فيه، هو أوريدي استخدموه من قبل 10 أو 15 سنة. الشركات، معظم الشركات ما تستخدمه. على سبيل المثال احنا كنا نشتغل في زمن الوورد بريس، كان او تصميم الويب كان بالسيرج مالته، يعني بوقت الذروه كنا نشتغل وورد بريس HTML. اتذكر 2008 لحد 2012 وحتى 14 كان تصميم الويب في شيء ضخم، في شيء غالي، expensive. فحس الوورد بريس أو تصميم الويب كلش cheap مقارنة بالموبايل أب ديفلوبمنت. فحس إذا تريد تبدي تتعلم هاي بالنسبة للكودينج، يعني عند أحكي بالنسبة للآي تي. إذا تريد تشتغل آي تي يعني as expert، تدخل advanced networking، تعلم networking، cyber security، coding، development، operation system، اشتغل على البيج داتا، يلا تصير انتربرايز اي تي، يعني تعطي حلول. يعني لان انت الكوست او الفاليو مالتك راح تصير كلش ضخمه، الشركات راح تجي تعطيك فلوس مقابل الحلول اللي تقدمها، مو مقابل الوقت اللي تستغرقه. يعني يجوز تشتغل بالساعه يم شركه ب 40 دولار او 50 دولار، بينما اذا اجيت قارن الوقت مالتك 10 ساعات يطلق 500، بينما انت مثلا اذا عندك هاي الاكسبيرينس راح تستغرق تقريبا، يعني مثلا تحل مشكلة بساعتين تطلب 2000 دولار، 6000 دولار. انت هنا الساعة مالتك صارت ب 1000 دولار، الفاليو مالتك صارت اكبر. فنرجع على الشيء اللي طرحته بالانستغرام، اللي هو شنو اكثر الوظائف. لا مو الاي تي، الاي تي قبل كان، يعني قبل 8-9 سنوات كان الاي تي هو اللي مسيطر بالسوق. بس هم نفسهم الاي تي اللي كانوا قبل هسه يعتبرون بروبلم سولف، لانه اكيد اخذوا شهادات بالكلاود، نزلت اشياء جديده تدربوا عليها، اخذوا دورات بغير مجالات، فصاروا عندهم خبره بالسايبر سكيورتي نيتوركينج، فوصلوا مرحله.
فالحكي على اللي جاي يتعلم هسه لا تظن انه الاي تي هي افضل وظيفه بالنسبه للتقنيه، لا هي صارت سوفت سكيلز. يعني هواي ناس هسه هواي كلش هواي عندهم خبره، فما عنده شهاده اي تي بس عنده شهاده، ما عنده شهاده اي تي بس عنده خبره بالاي تي. فهذا رايي الشخصي انه اذا تريد تتعلم او تدخل مجال التقنيه ادخل على السايبر سيكيورتي دوبل، اتعلم سايبر سيكيورتي وراح تختصر لك هواي وقت وهواي مجهود بهذا المجال. تحياتي لكم طبعا واشكركم لانه سمعتوني الاخير وشفتوا الفيديو الاخير، اشوفكم فيديو ثاني في مره.